وبالنسبة لمصدر الدخل بقى، يعني بالنسبة ان انا طبيعي انتي انا يعني عايشه في انتي ستاندرد مستقلة. مستقله وعايشه في مستوى معين. لا شك انه العمليه بقت صعبه يعني الايام دي، لانه حتى لما بتشتغلي بيدوكي اقل بكتير مما كنت تاخدي من زمان، والحياه عايزه فيعني مضطرة تقبلي باللي احيانا بتاخدي بيتعرض عليكي يعني. كومبرومايز، بتعملي تنازلات مقبوله بالاجر بالاسم يعني بحدود. ما بتفكريش في بكرة؟ يعني دايما الواحد بيبقى عايز يشيل حاجة للزمن، محدش عارف بكرة فيه ايه. طبعا ربنا اكيد كرمنا ورزقنا، ويعني ربنا هو السند والظهر دايما، ولكن فكرة ان انا اشيل فلوس يمكن يحصل عمره ما اي سابني، ظرف من الظروف، عمره ما سابني. انا تحسبيهاش؟ مش شايلة فلوس على جنب؟ مش كتير، لا بس حاجات شايلة فلوس. اخدوهم في بيروت حطيناهم في البنوك فعاملين عليهم بلوك، فانا كاني ابتديت من اول وجديد دلوقتي، كاني انا عندي 17 سنه ولازم اشتغل عشان اعيش. كل الفلوس اللي معاكي محطوطة دلوقتي في البنوك في بيروت. بالدولار عاملين كنا حسابات، لانه كان الدولار بيدوكي فايده عاليه جدا مش موجوده في نيويورك، النسبه بيدوكي نص، بيدوكي واحد، عمره ما كان يديكي اربعه او خمسه او سته، كنا بناخدها في بيروت. فده كان طمع، وعندي ثقه كان بالنقد اللبناني وبالذهب، لانه عندنا ذهب خزين كويس قوي. فاعتقد انه هتتحل الحكايه، مش هتبقى كده. ده انا يعني واثقه، مش لاني انا متفائله، إن شاء الله مش معقولة انه شيء مش لبنان منطقي، راح مش يرجع. لبنان قوية وأجمل بإذن بلد في الله. طب الدنيا، الله يعني الواحد يخليكي، دايما يبقى الله عنده فرصة يخليكي، أول بلد يروحها والبلد اللي بيحس إن بلد هي حلو قوي. قريبة منه هي صحيح. لبنان صراحة. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.